السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هالنهار إن شاء الله غادي نتحدثوا على واحد الموضوع مهم اللي مهم بزاف، وهو التربية ديال الأرانب. واش خصنا نديروا لها بلاستيك، يعني الأقفاص ديالها واش نديروا البلاستيك ولا المعدن، يعني الطولة بحال هذا الشكل هذا ولا الخشب. لاحظوا معايا هنايا، يعني في الصباح شو اسمه القيس، لقيت أن بيت الولادة، ها هو بيت الولادة، شوفوا الشبكه اللي غادي تولد فيها هاد الام، اشنو دارت لها. شوفوا لاحظوا معايا انها كلاتها، انتم شوفوا عاوتاني اشنو دارت هنايا، ها هي كلاتها. يعني كاين شي ناس هضروا معايا في لي كومونتير قالوا لي واش ممكن اننا نديرو، يعني نستعملوا البلاستيك في تربيه الارانب، يعني بالنسبه للاقفاص. يعني هو السيد اللي هضر معايا قال لي بغى يدير القفص كامل يديرو من 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 البلاستيك. بالنسبه لهاد الشبكات، هاد الشبكات ديال المواعن، هادو ديال الشبكات ديال المواعن، ولكن هاد القفص هذا راه دوريجين، انتم كما كتشوفوا ها هو راه بالعلافات ديالو بكلش، وهو فيه هاد السيستم اللي دايرين فيه ديال الشبكات هو دوريجين، يعني باش يتنف، باش الانثى منين تكون كتولد يعني تولد في هاد الشبكات هادو. وفي نفس الوقت ممكن انا نحيدوهم، يعني مخلين غير واحد السنتيم هكا سنتيم منه وكيخشيو في هاد الشبكه بحال هكا. هاد الشبكه منها انهم يعني ملي كتولد الا كاين شي دم ولا شي داك يعني البراز ديالها كيخرج وكيخرج من 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 الجوانب، وفي نفس الوقت انها منفسه، هي مزيانه. ولكن كاينين بعض الامهات اللي كيمشيو وكيديروا بحال هذه الطريقه اللي دارتها هذه، يعني كلات هذيك الشبكه كلاتها. انتم لاحظوا معايا انها كلاتها، راه هي اللي دارت هاد الحوايج هادو. انتم يعني البلاستيك راه فيه وفيه، يعني كاين البلاستيك اللي هو عباره عن صناديق، يعني ديال اللي كيخزنوا فيه الخضاره، كيخزنوا فيه الخضره. هذاك يعني السمك ديال البلاستيك ديالو ممكن انه يخدم، يعني كاين الارانب اللي ما يمكنش انها توصل مثلا هاد بحال هاد السمك ديال هاد البانيو، مثلا هاد السمك هذا بحال هكا ما يمكنش انها تاكلو. ولكن انتم كما كتشوفوا هاد البلاستيك العادي ديال المواعين راه هو رقيق في الحقيقه، انتم راه رقيق، ها هي بقات كتنجرو انها استطاعت انها تاكلو. انتم انك هي ماشي كتاكلو، يعني تاكلو ولكن غير كتنجرو، يعني كتكون شرسه بعض الشيء كتبقى تنجر فيه. بالنسبه للخشب عاوتاني كذلك حتى هو عنده العيوب ديالو، وحنا هضرنا دابا على البلاستيك. ولكن بالنسبه للخشب لاحظوا معايا انني هذا القفص هذا كيفاش دايرين له هما السيستم ديالو، ما بين الوحده والوحده شادين غير غرياج بحال هذا الشكل هذا وفارقين به. لقيت انهم كي الانثى الاولى مع الانثى الثانيه، يعني الاناث كيتضاربوا، ومني كيتضاربوا يعني وحده كتاكل الاخرى في يعني في الجهه ديال الانف، يعني ملي كتبقاو يتضاربوا وحده كتبقى تخربش، الا مشات حتى الديل ديالها عاوتاني كانت هي مثلا عاطيه الاخرى بالديل ديالها وخرج من هاد الفتيحه هادي، الاخرى كتعضها. اشنو درت هاد الخشبه هادي هانتوما، ولكن هانتوما شو اسمو راه وقع، شوف هاد الشيء راه الخشبه راه هي واكله، يعني نفس الانثى اللي دارت هاد المشكل في هاد الشبكه هادي، يعني هذا راه شرسه بعض الشيء. شوفوا اسمو دارت في هاد الخشبه هادي، راه كلاتها من الفوق، ها انتوما راه كاع نجرتها من الفوق. يعني بالنسبه لتربيه ديال الارانب انا كننصح، يعني كننصح ان يكون الاقفاص يكونوا من المعدن بحال هكا، يعني يكونوا من المعدن. هذا القفص ها هو كما كتشوفوا انتما، راه من المعدن، ها صبر الشتاء انتما، راه من المعدن، كله من المعدن. اما بالنسبه للناس اللي بغاو زعما يطيحوا القفص شويه رخيص وتصوبوا من الخشب راه غادي يكونوا متاكدين ان الارانب غادي يديروا، غادي يبداو ينجروا فيه. ملي غادي يبداو ينجروا في الخشب كونوا متاكدين ان واحد النهار غادي تلقاهم على برا، يعني هذاك الانثى اللي غادي تكون والده الا مشات تقبض شي تقبه وبدات كتخرج على برا
يعني يتقبوا انتم ما شفتوهاش، دوك الصغار ممكن انهم يبقاو يتدحرجوا ويخرجوا على برا، ويعني ما عندكمش الربح ان يكون قفص وفيه ثقوب. ثقوب ممكن انها تخرج، ممكن ان ديك الثقبه يدخل شي حيوان مفترس مثلا شي قط ولا شي فأر ولا مهم يدخل في ديك الجهه ويبقى يعضنا الارانب ديالنا. اذا خلاصه القول وهو الاسلاك بحال هذا الشكل، هذا هو هذا السلك مع الطوله غالفانيزي بحال هكا. هاد الطوله غالفانيزي هذه كتسمى طوله غالفانيزي. علاش كتسمى غالفانيزي؟ لانها ما كتصداش، واخا يطيح فوق منها الماء ما كتصديش، هذه مضاده للصدى. مني ماشي غادي تخدموا بواحد الطوله يعني ديال الحديد العادي، مش كيخدموا بهم البيبان ولا كيخدموا بهم الحوايج اللي كيتصداو يعني، لا. هذه لاحظوا انها ما مصبوغاش، راه المعدن ديالها هي دايره هكا ما مصبوغاش، وفي نفس الوقت انها ما كتصداش، هذه كتسمى طوله غالفانيزي. والثمن ديالها راه رخيص، راه ماشي تقولوا بلي غادي نمشيو نصوبوا واحد القفص من الخشب عند النجار وغادي يطيح رخيص، راه حتى هو غادي يطيح غالي. اللهم استعملوا هاد الشبابيك مثل هاد الشبابيك، او استعملوا مثل هاد الا ما عندكمش هاد دوريجين ممكن انكم تستعملوا هاد النوع ديال الشبيك ديال الثلج. يعني هادو هما الطاجيرات ديال الثلاجه، هادو هما الطاجيرات ديال الثلاجه، هادو هما اللي ممكن انكم تستعملوهم وما يديروكمش المشكل، لان مغلفين بالبلاستيك. لاحظوا انهم مغلفين بلاستيك، غير ما بين السلك والسلك يكون الرجل ديالهم كتكون كطيح. ممكن في هاد القفص ديال، راني عندي واحد فيديو داير فيه هاد القفص هذا، لاحظوا ان الارضيه داير فيها واحد السلك اللي هو على شكل مربعات، هذاك المربعات يكون فيهم سنتيم في الضلع ديالهم، يعني سنتيم ما يكونش بزاف قل وما يكونش كثر. يعني الا كان كثر الارجل ديالهم غتبقى تخرج والصغار ديالهم يبقاو يطيحوا، ولا كان يعني قل دوك الفضلات ديالهم ما غاديش يبغوا يخرجوا. يعني هذا هو السلك اللي مزيان باش ديال الخدمه، كيدير 55 درهم للمتر كاري. اذا هذا يعني كنظن انني جاوبت على واحد الناس بغاو يعرفوا واش ممكن اننا نصنعوا القفص بشي معدن اخر من غير يعني هاد السلك، هاد السلك بحال هكا او الطوله غالفانيزي يعني بحال هكا. يعني البلاستيك ما خدامش، البلاستيك ما خدامش، والخشب حتى هو ما خدامش، لان كيبقاو ينجروه. انتم لاحظوا هاد الانثى هادي شنو دارت في هاد البيت الولاده، راه تقريبا دمرات، ودابا خصني هاد الشبكه نبدلها. يعني الى خليتها هكا وكانت ولدت راه حامله، ممكن ان الصغار ديالها يطيحوا في يعني في ديك الثقوب اللي دارتهم. اذا هذا هو الفيديو ديالنا. كنظن انني لبيت الرغبه ديال واحد النوع من الاسئله اللي تطرح عليا في الايامات في الكومونتير. مرحبا بتعليقاتكم الطيبه، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.